أصلنا شباب من الموصل في المكان الذي عرض فيه داعش أولى شعاراته، أعلنوا مهرجانا وطنيا للقراءة في المدينة ينطلق خلال شهر أيلول سبتمبر المقبل، مؤكدين أن المهرجان من شأنه تعزيز الواقع الثقافي في الموصل ومحو جميع الأفكار التي زرعها داعش وحاول ترسيخها في عقول الأطفال والشباب لنحو 3 سنوات. التفاصيل مع وسام يوسف. الموصل تعود للقراءة بعد تحريرها من داعش، هذا هو أبرز عناوين اللافتات التي رفعتها مجموعة من شباب المدينة، وهي تبعو إلى نبذ أفكار التطرف التي حاول هذا التنظيم الإرهابي زرعها في المدينة، كما تدعو إلى المشاركة الفاعلة في مهرجان القراءة الأول الذي سينطلق في الموصل مطلع شهر أيلول المقبل. انطلق هذا الشباب من فكرة مؤداها نينوى تقرأ، لماذا لا نحقق المهرجان الأول للقراءة في مدينة الموصل؟ هو تحدي كبير، تحدي لكل ما جرى في المدينة طوال 3 سنوات الماضية من غلق للجامعات، غلق للمدارس، تدمير للبنى التحتية، تهجير لعلماء المدينة، تهجير لأطباء المدينة إلى آخره مما جرى، ورسمت صورة قاتمة أو سوداء حول هذه المدينة. الآن تعود هذه المدينة بهذا المهرجان والكرنفال والعرس الموصلي الأصيل. مهرجان نينوى الأول للقراءة نينوى تقرأ سيقام في المكان الذي كان داعش قد رفع فيه أولى شعاراته في الموصل التي كانت تروج لأفكاره المتطرفة، أي قرب الجسر المؤدي لجامعة الموصل، وهي رغبة الشباب المنظمين بهدف محو داعش الإرهابي وإرهابه من تاريخ المدينة وحاضرها. لأول مرة بعد تحرير المدينة ينطلق مهرجان القراءة الأول في مدينة الموصل نينوى تقرأ. هذه نينوى التي عرفناها من قديم الزمان، نينوى المعرفة، نينوى العلم. اليوم اللجنة التحضيرية لمهرجان القراءة الأول في الموصل تعلق البوسترات التعريفية والتنظيمية من أجل الارتقاء بنينوى بالعلم والمعرفة، أو إيصال رسالة للعالم أن نينوى مدينة العلم، مدينة المعرفة. وهنا من هذا المكان الذي كان يعلق به تنظيم داعش الإرهابي بوستراته الظلامية والهمجية، اليوم نحن بالمعرفة نحاربه، بالعلم نحاربه، نعلق بوستراتنا في المكان الذي كان يعلق به بوستراته الهمجية والوحشية، نحن نعلق بوسترات العلم والمعرفة وهو يعلق بوسترات الظلام. المهرجان الذي يتم التحضير له في الموصل سيشمل إلى جانب الدعوة للقراءة نشاطات فنية وموسيقية أيضا، بما يعكس وجه مدينة الموصل الثقافي وقيمتها التاريخية. أكيد المبدأ الأساسي هو القراءة، المطالعة، العلم، الثقافة، وأكو أشياء ثانية مثل الفن، الموسيقى، التصوير، الرسم، بس الأساسية هي القراءة. اختيار منطقة المجموعة الثقافية بالقرب من جامعة الموصل لتكون منطلقا لمهرجان نينوى تقرأ هو رسالة واضحة تصب في جهود محو الفكر الظلامي الذي حاول داعش نشره في الموصل لقرابة 3 سنوات دون أن يتمكن من ذلك.